كان واحد الصديق ديالي أول مرة دخل الميدان التحكيم، كان تيشتغل معايا رحم الله سميتو وداد الصالح. فيوم من الأيام قال لي لماذا ما شاركش معنا في التحكيم؟ قلت له أمين. فدخلت التحكيم سنة 1965-66، والحمد لله بدينا في المدرسة. من بعد ما المدرسة تخرجنا وبدينا نحكموا الفرق الصغرى مثلا كادي وجينيور، ومن بعد انتقلنا إلى الفرق المهنية ليزيكيب كوبراتيف. والحقيقة أنه في هذوك الفرق فين تعلمنا التحكيم وطلبنا بزاف في اللجنة الجهوية، وفعلا كانوا عاود فرق قسمه ثاني الثالث. وعلى إثر هاد المراحل كلها انتقلنا إلى الجامعة لكرة القدم. فعلا كانت واحد الوقت أنه إذا الفريق الوطني شارك في التصفية النهائية لكأس إفريقيا كانوا الحكام ما تيشاركوش، ولكن من بعد اتضحت الأمور ولقوا بأنه هذيك السياسة غير لائقة، فبداو تيختاروا الحكام الممتازين على الصعيد الإفريقي. أول مشاركة ديالي في كأس إفريقيا للأمم عام 1982 بليبيا. من بعد شاركت مرة ثانية في ساحل العاج كأس إفريقيا للأمم عام 1984، وقبلها في عام 1983 ذهبت إلى مكسيك لمشاركتي في كأس العالم للشبان. الحمد لله دازت مباراة ديالي ممتازة وقبلوني في الطور الثاني، ولكن للأسف أنه الطقس ما ساعدنيش باش يمكن نكمل النهاية ديال كأس العالم، لأنه كانت الحرارة وكانت لا بريسيون تاع سميتو كيما تيقولوا، الطقس كان 3000 متر حول كيما يقولوا البحر 3000 متر دالتيتود، كان ما يمكنش ما قدرتش عليها. هذا وجعلني رغم أنه قبلوني في الدور الثاني، هذا اللي جعلني هاد الاسباب تحت مريض عليها ما كملتش كاس العالم. ليبيا ضد غانا، ومن بعد طفافيا دواش بقصد او دون قصد. علاش؟ لان تسناو واحد الفتره باش يرجع الدور، رجع وخسرت انهزمت ليبيا. للاسف كان تصرف غير ريادي من ناحيه الجمهور، لانه هذه جرات العاده انه ملي كيخسر الفرقه كيوقع شنآن وكيوقع يعني مسائل غير رياضيه. لا، هو بالنسبه لي كانت المباراه غادي عاديه، جاو ضربه الجزاء ليبيا فلتات بعد ضربه الجزاء، ولكن في نفس الوقت تفوضوا واش عن قصد او غير قصد، واش المكلف بالاناره هو اللي دار ديك المشكل او الله اعلم. المهم انه تفضوا وقفت المقابله واحد الوقت، ومن بعد استنفت، ولكن في الاخر شويه وقع شنآن وقع يعني ما شاء الله والضرب بالحجرات وحنا هذاك الوقت هزونا في السياره ودونا الفندق.